بالربيع نحن، مثل ما قلتي اهل الضيعه بلشوا يجوا، رح نرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا هلا. للعمل الشبابي كان له حصه خاصه بعين البيضاء، فلا بد من الاضاءه على جهود شباب غايتهم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم النفسي للأطفال، وخاصة في الظروف القاسية التي مروا بها. يعني مثل ما ذكرتي نيرمين، شباب متطوعين، شباب مثلهم مثل باقي الشباب السوري، دائما يمكن كرسوا جهدهم ووقتهم الى العمل الانساني، الى العمل التطوعي، وخاصه الاهتمام بالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصه، وملفات كثيره ايضا رح نتطرق لها اليوم ونحكي عن عملهم اكثر مع مسؤول ملف حمايه الطفوله وذوي الاحتياجات الخاصه في حماه نايف سليمان. اهلا وسهلا فيك. وايضا بدي رحب بنغم ابراهيم، حضرتك ايضا متطوعه بالجمعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فينا عندكم. خلينا نحكي مع نايف بداية، نتعرف على نشاط الجمعية ونعرف المشاهدين عليها أكثر. الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، وانطلاقا من شعارها على الهامش وفي الصميم، بدأت العمل بال 2009 بمدينة دمشق بمعهد خالد بن الوليد للأحداث. طبعا امتد العمل ليشمل أغلب المحافظات السورية حاليا. نحن عم نشتغل ضمن برامج كثيرة ضمن الجمعية، منها برنامج الدعم النفسي والاجتماعي، وبرنامج حماية الطفولة، برنامج كمان بنشتغل على برامج وملفات، منها ملف عنا الخدمات المجتمعية، وبالإضافة كمان للتأهيل الهندسي وبرنامج الوش. نعم، انا خايفه من الكلب يلي هو اجى على اللوكيشن، مشان هيك انا مرعوبه عم بعمل هيك، بس في حدا من الشباب خليه يعني اجباري ليا يعني روح طبيعه الى عنا. فما في مشكله، رح نكفي معك نغم. خلينا نحكي اليوم كمان عن دورك اليوم بالجمعيه اكثر، وخلينا نعرف اكثر عن اعضاء، مين هنون، كيف بتجتمعوا، كيف بتنظموا اعمالكم؟ هلا انا متطوعه بالجمعيه السوريه للتنميه الاجتماعيه. نعم. بشتغلي بعده ملفات، منهم ملف تعليمي، ملف ترفيهي، ملف حمايه الطفوله. كيف بننظم شغلنا؟ نحن عباره عن مراكز موجودين بالمناطق بمصياف وبغير بالضياع اللي حوالين مصياف. مثلا نحن حسب المراكز، كل مسؤول مركز هو مسؤول عن مجموعه متطوعين عنده. قديش تقريبا عدد المتطوعين؟ حسب المركز، مثلا هلا غالبا المراكز المجتمعيه ممكن يكون في اعداد متطوعين تتراوح بين 20 و30 متطوع، حسب قديش عدد الاطفال بيكونوا موجودين عندنا بالمركز. طبعا الانشطه بتتناسب حسب احتياجات الاطفال الموجودين عندنا. مثلا ممكن اذا في احتياجات تعليميه، احتياجات ترفيهيه، ممكن مثلا ارشاد نفسي، توعيه، كلياتهم هدول النشاطات نحن بنشتغل عليهم. يعني اجمالا العمل التطوعي هو شغل كثير حلو مع الاطفال، لانه بتحس حالك انه هن عم الطاقه والحيويه تماما، هن عم يعطوك اكثر ما انت عم تعطيه للاطفال. نعم، بدنا نرجع بالحديث عند نايف. نايف، يمكن هيك خلينا نذكر خصوصيه قريه البيضاء يلي حضرتكم منها اليوم. انتم يمكن استغليتوا الوقت واستغليتوا يمكن شبابكم وعمركم لحتى انتم يمكن تركزوا باهداف العمل التطوعي والاهتمام بكل حدا يمكن بحاجه للاهتمام. اليوم من بعد يمكن سنوات من الحرب على سوريا والاستهداف الإرهابية، أيضا التأهيل النفسي كتير مهم، إن كان للأطفال وإن كان لعدد من الأهالي. خلينا نحكي عن هالنقطة، قديش الدعم النفسي مهم. تمام. هلأ الدعم النفسي والاجتماعي هو شيء كتير ضروري، وخاصة للفئات اللي بتخرج من مناطق خلينا نقول كان فيها أزمة، فبيكون الدور الأساسي لنا نحن كجمعية هو البحث عن الأشخاص المهمشين. طبعا الأزمة مثل ما عرفنا أنه هي زادت فئات التهميش بالمجتمع، من أطفال، صحيح، من سيدات، من آباء، من ذوي احتياجات خاصة. فدورنا الأساسي كان بالجمعية هو البحث عن
كل شخص مهمش بالمجتمع، نحاول انه نوصل له من خلال فريق العمل الكبير المنتشر بكل المحافظات لنوصل فكرتنا، لنوصل رسالتنا، لنقدم الدعم والمساعدة لأي شخص هو عن جد بحاجة هذا الدعم. طبعا مجالات الدعم مثل ما حكيت هي ما بتشمل بس الدعم النفسي والاجتماعي، في عنا كتير مجالات تانية نحن بنشتغل عليها، منها كمان التأهيل الهندسي، إن كان كمان موضوع الخدمات المجتمعية كتقديم تدريبات مهنية أو عدد مهنية، أو حتى تقديم بعض المشاريع الصغيرة اللي بتأمن. في دورات لهي المشاريع طبعا؟ طبعا طبعا، في بيسبق كل المشاريع دورات بيتبعها مجموعة من الأشخاص اللي مقدمين على مشاريع صغيرة، وهني بيكونوا من الأشخاص اللي بحاجة لحتى نساعدهم على وندعمهم بسبل العيش عندهم، ونحاول أنه يأمن كل رب أسرة، وخاصة يعني بفترة النزوح وأشخاص الوافدين لعنا على مدينة مصياف، حاولنا أو بمختلف مناطق المحافظة حاولنا أنه نحن نأمن لهم دعم بسبل العيش. نغم، بدنا ننطلق من الفكرة حكى فيها نايف، وهي يمكن ظروف الحرب يمكن أثرت على الكل، يمكن حدد أوقاتنا من نشاطنا، أوقات منقول تعبنا، أوقات منقول ما عاد عنا هاي الطاقة. أنتوا كشباب اليوم أكيد دوركم كبير بالبناء، خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتكم خلال الأزمة وخلال 8 سنوات. الصعوبات خلال الجمعية عن طريق الجمعية كانت؟ نعم. هلأ الصعوبات كانت شوي ممكن مثلاً حتى الواحد يعرف كيف بده يحدد المراكز، تختار المراكز تكون منطقة آمنة للأطفال اللي نحن عم نجيبهم لعنا على المراكز. بس كان في إقبال كتير كبير لأنه حسوا أنه نحن قدرانين نعطيهم شيء، قدرانين على القليل نطلعهم شوي من ظروف الحرب اللي هن كانوا عايشين فيها، بالأخص اللي كانوا بالمناطق اللي فيها كتير مشاكل. صعوبات ممكن أحيانا يصير عندنا مشاكل بموضوع مثلا غراض بدنا إياهم، ما يصير في موضوع مثلا أنه مشاكل بالطرقات فما نقدر يأمنوا لنا إياهم للغراض، بس آخر شيء كنا قدرانين تماماً أنه نتكاتف كلياتنا مع بعض بالغراض القليلة اللي عنا إياهم أو بالمواد الموجودة اللي عنا إياهم نقدر نعملهم الاحتياجات. تماماً نوفي بالاحتياجات يعني بما يتناسب مع الظروف اللي عنا إياهم. وكان كتير الإقبال حلو من الأطفال، وشو ما عطيتيهم للأطفال بالأخص اللي كانوا عايشين الحرب وطلعوا منا، يعني اي شغله صغيره اعطيتيهم اياها فهي بالنسبه لهم كثير عم تكون ملكتيهم الدنيا. تماما، يعني هذا يعني هاي الابتسامه اللي عندهم اياها لحالها بتحسي حالك انه انت عامله انجاز كثير كبير. نعم نايف، خلينا نحكي بملف الامهات ايضا، كمان من ضمن عمل الجمعيه ايضا كان في الاهتمام بالامهات وخاصه ذوي الشهداء وذوي الجرحى والامهات يلي بحاجه الى الدعم النفسي وايضا المهني خلينا نقول لحتى يطوروا حالهم. طبعا فئة الأمهات أو فئة الآباء خلينا نقول كغيرها من الفئات اللي تأثرت بشكل سلبي بالأزمة، فنحن كان خصصنا لهي الفئة شيء بنسميه برنامج اسمع قلبي. برنامج اسمع قلبي هو كان مخصص للسيدات والآباء لحتى نقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهي الفئة اللي بتعاني ممكن من ضغوطات بالحياة، اللي بتعاني خلينا نقول من بعض المشاكل، واللي بحاجة عن جد لمساحة، يعني مساحة آمنة لحتى تطرح مواضيع لتتبادل الخبرات مع باقي الفئات. طبعا كان في أنشطة ترفيهية، كان في أنشطة دعم نفسي واجتماعي، بالإضافة لموضوع التأهيل ومساعدة السيدات، إن كان سيدات معيلات مثل ما حكيت حضرتك، أمهات ذوي الشهداء أو جرحى، من الأشخاص اللي مثلا فقدوا المعيل. نحن كان دورنا الأساسي كمان نقدم مثل كل شرائح المجتمع نحن بحاجة أنه ندعمهم، فكنا نقدم مثلا التدريب المهني، كنا نقدم أي شيء هني بحاجة لقلوا بهذه الفترة. وهنا أمهاتنا كلنا أكيد 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 أكيد. نغم، خلينا نحكي هيك سريعا وأخيرا عن مشاريعكم المستقبلية اللي رح تكون. المشاريع المستقبلية هلأ في شيء مراكز جديدة عم تنفتح هون بالجمعية بالأماكن اللي عم تكون من جديد طالعة من الحرب، مثل مثلا بسنجار فتحوا في مركز جديد طابع لحما، بعقرب هلأ في مركز عم بشتغل فيه أنا، عم نستقبل العائلات اللي عم تجي
من الاماكن اللي كانوا هن فيها مثل لبنان وتركيا واللي هن مهجرين، وعم نشتغل كمان مع الاهالي اللي هن بالاصل كانوا موجودين بالضيعه. عم نشتغل بكذا برنامج، وكمان عم نحاول قدر الامكان نقدم لهم اللي فينا نقدمه من دعم نفسي واجتماعي، وممكن احيانا نقدم مساعدات عينيه وطبيه على حسب حاجه الاشخاص الموجودين بالمنطقه. نعم طبعا كمان بضيف على اللي قالته زميلتي نغم، نحن حاليا عم نتوسع على المناطق مثل ما حكيت اللي هي فيها حركه عوده، منها ريف حما الشمالي بصوران ومعردس، بالاضافه للريف الجنوبي من محافظه حما اللي هي منطقه عقرب. عم نحاول نقدم الدعم النفسي والاجتماعي، التاهيل الهندسي وباقي مختلف الخدمات المجتمعيه. طبعا بس بدي اضيف اخر فكره، نحن بمحافظه حما عم نخدم مساحه كثير كبيره من ريف حما الشمالي، طبعا صوران معردس مدينه حما قطاع الغاب اللي بيشمل سئلبيه وشطحه، بالاضافه لمدينه مصياف وريفا وحاليا الريف الجنوبي لمدينه حما اللي هو مدينه عقرب. نعم اكيد يعني بدورنا بدنا نقول كل التحيه للشباب والصبايا يلي معكم بالجمعيه، وعن جد هيك بترفعوا الراس شباب، يعني انتم كلكم ترفعوا الراس بعملكم، ودائما ان شاء الله يا رب الاستمرارية. نغم إبراهيم شكرا كثير لك، انا كثير بدي اتشكرك نايف سليمان يعني على كل شيء عزمناك معنا، وميرسي كثير لك، وكل عام وانتم بخير. صحيح ما كان عايد عليكم على بكير، انتم بالف خير يا رب، ان شاء الله هيك ينعاد عليكم بالخير. اهلا وسهلا فيكم ضيعتنا، وان شاء الله يا رب هيك دائما نكون مجتمعين على الفرح ان شاء الله. يا نورتونا.